صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدتي نساء العالمين السلام على من غسله دمه وشيبه من والى قبره السلام على الجسد السليم السلام على الشيب الخضيب السلام على النحر المنحور السلام على الصدر المكسور يا غريب وجوه الزوار اليوم الغريب وجوه الزوار الغريب يا غريب يا مظلوم قم جدد الحزن جدي الاحزان عبد اليوم مو احنا زينا زينا اختي اختي عندها جدي الاحزان اليوم في كربلاء وتصور انت عاد بقلبك تصور بقلبك زينب خلت اخوها مرمي ومشى وبالعزيز عليه بالعزيز عليه تخلي اخوها ولهذا اليوم عندها تجديد احزان في كربلاء والله يسرع على قلبها وتصور بقلبك يا شيعي ترى اليوم الضعينه وصلت في مثل هالوقت تقريبا تصور بقلبك اليوم الضعينه وصلت الى كربلاء ضحى النهار يعني تقريبا في مثل هالوقت وزينب جايب الروس وياها لكن خلنا نسأل زينب اللي يبدين الروس وياهم راس الحسين يا زينب راس الحسين سليم يبدين راس اخوش سليم يا زينب لو كسر راسه النسوان من قبر الى قبر والله يحفظ الجميع شايف الانسان اذا كان مسافر ومات عزيز عند البلد والله يحفظ الجميع اذا انسان كان مسافر ومات عزيز عنده في بلاده واسمع عنه ورجع الى بلاده حتى اذا اجى الى بيته قال لا تاخذوني الى البيت ما اريد اروح البيت وين يودي قال ودوني الجبانه ودوني
مصارع قتلاهن ولا
مكبر يذكر عن ابو محمد نعيم. والمزيد بنوك وما بلوا حشاك ابن العصر. خار الماء عقبك يا ابن امي ولا حل. ابو علي لو ردد يا حسين افصل لك مصايب الزفار. يوم ما يمكن افصل يا ابن امي ولا شهر. علامات المؤمن خمس. جعلنا الله وإياكم من المؤمنين إن شاء الله. علامات المؤمن خمس: التختم باليمين والجهر بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة 51 وتعفير الجبين وزيارة الأربعين. رزقنا الله وإياكم زيارة الحسين إن شاء الله وزوار إن شاء الله إحنا زوار يا الله. نعم مرشدنا اليوم جابر بن عبد الله جابر يقول إحنا زوار زوار زوار. من أحب عمل قوم أشرك في عمله وحشرنا الله مع المصطفى وآله. يا الله. نعم. آخر يقول: إذا شئت النجاة فزر حسينا غدا تلقى الإله قرير عيني فإن النار ليس تمس جسمه عليه غبار زوار الحسين. آخر يقول: بزوار الحسين خلقت نفسي بزوار الحسين خلقت نفسي لأرجو الفوز جاء
في يوم المعادي. فإن عدت فقد سعدت، فإن عدت فقد سعدت، وإلا فقد فازت بتكثير السوادي. يقول فإن عدت من الزوار فقد سعدت، وإلا فقد فازت بتكثير السوادي. اسمعني حبيبي، ما وردت أخبار في فضل زيارة إمام من الأئمة كما وردت في فضل زيارة أبي عبد الله الحسين. تفضلوا شيخنا، تفضلوا حياكم، تفضل تفضل. إخواني لا بأس، رحم الله من ذكر القائمة فقام، الله يرحم والديكم إلهكم مجال. تفضلوا إخواني، الله يرحمكم. في فضل زيارة إمام من الأئمة كما وردت في فضل زيارة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، ولا عجب في ذلك، فإن الحسين أعطى الله كل شيء، فأعطاه الله كل شيء. نعم، الحسين أعطى الله كل شيء، فأعطاه الله كل شيء. هذه رجالي في رضاك ذبائح، حتى الرضيع فداء كل جنين. أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي فاصعدي، وذريني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فاصعدي. بعد يقول وعليك يا إلهي أن أعطيتك كرشي، وعليك أن ترضيني. ورضاي شنو؟ ورضاي يا الله، ورضاي غفران الذنوب لشيعة أوعدتها الحسنى، وأنت ضميني، ضميني يا إلهي. كفو أبو علي، كفو 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 والله كفو. نعم، الإمام الصادق سلام الله عليه يقول كلنا سفن النجاة، كلنا سفن النجاة، وسفينة الحسين أوساخ واسعة، كلنا سفن النجاة، وسفينة الحسين أسرع. فإن الله سبحانه وتعالى قد عوض الحسين عن قتله بثلاثة أشياء، وقيل بأربعة أشياء. أن جعل الشفاء في تربته، واستجابة الدعاء تحت قبته، وجعل الأئمة من ذريته. بعد في شيء نقل آخر بأنه عوضه بأربعة هم ثلاثة، الرابع شنو؟ بأن جعل أيام زائري غير محسوبة من أعماله. جعل أعمار زائري غير محسوبة من أعماله. خلي الزائر أي مكان يروح، خلي يروح أي مكان، خلي يروح أي مكان. لكن ما أتصور يوم من الأيام واحد سأل زائر إلى أنحاء العالم سوى كمبلة قال لي جبت لي هدية لولا يطلع من بيته يقول لي جبت لي هدية لولا نقول عيب عيب. أنا أسأل واحد سافر أقول لي جبت لي هدية لولا، إلا عندما يأتي من كربلاء. أعدها كرامة، بعدها فضيلة. إذا ما بادتني على الباب عاد وين التحفة؟ ما جبت إياك تحفة من كربلاء؟ ما يجيب التربة، تربة. لكن لها معزة وكرامة، لها معنى، لها معنى. أريها التحفة هاي. وكما قلت لك هنيئا للزائرين في كل وقت. وشوف اليوم الزيارة شلون، شوف اليوم كربلاء تموج، اليوم موجة موجة من الزائرين، كل واحد يصرخ السلام عليك.
السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله. عشوف الزيارات عاد التي حث عليها أئمة أهل البيت. ما اريد احددك اليوم، اليوم كله مصيبة، اليوم كله مصيبة، اليوم من وصول جابر وحتى وصول السبايا. لكن تعال خلنا اعدل بشكل سريع، ما تتعدى الثلاث دقائق. اقسام الزيارات، الزيارات كثيرة، لان عندنا الزيارات الفاضلة، زيارة النصف من شهري رجب، زين عندنا زيارة النصف من شهري شعبان، عندنا زيارة ليالي القدر، عندنا زيارة أيام الأعياد، بعد عندنا زيارة عرفة. وما أدراك ما عرفة، فقد وردت الأخبار الكثيرة فيها، حيث يقول الإمام الصادق سلام الله عليه إلى أصحابه وشيعته: إذا فاتكم الحج فعرفوا عند الحسين، فإن الله ينظر إلى زوار الحسين في يوم عرفة قبل أن ينظر إلى حجاج بيته الحرام. يسأل عاد الإمام الصادق: كيف ذلك يا ابن رسول الله؟ ذاك زائر الحسين وهذا ضيف الله، هذا ربد الرحمن وهذا زائر الحسين، كيف أن الله ينظر إلى الزوار قبل أن ينظر إلى الحجاج؟ قال: نعم، لأن هذا البيت يقصده الخواص والعوام، وأما هذا القبر فلا يقصده إلا الخواص، الخاص. فعين الله تشمل المؤمنين قبل غيرهم. بعد ومن الزيارات الفاضلة زيارة يوم عاشوراء، زيارة يوم عاشوراء. بعد وانت جاي يعارف اليوم. ومن الزيارات الفاضلة التي هي علامة من علامات أهل الإيمان زيارة الأربعين. صحنا بعيد لكن المرء وما نوى. جابر يقول: نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحاب الحسين وياهم إن شاء الله. وأول الزائرين عاد، الله أكبر، أول الزائرين في مثل هذا اليوم جابر ابن عبد الله الأنصاري. وهنيئا لك يا جابر. ومو عجب، ترى مو عجب، فهو حبيب الحسين والحسين حبيبه. تسمع جابر ينادي: حبيبي يا حسين. يقال منذ الصغر الحسين إذا صعد على عاتق النبي وأراد أحد أن يأخذه من عاتق النبي ما يقبل الحسين، لكن إذا جاء جابر تلقاه الحسين حبيبي. ولذلك كررها اليوم ثلاث مرات. ترى مو مصادفة، ما صادف وصول جابر. عاني جابر، عاني إلى الزيارة اليوم، لهذا في بعض الأخبار أنه وصل إلى كربلاء قبل يوم الأربعين بثلاثة أيام. في بعض الأخبار تقول مولاه وصل إلى كربلاء قبل ثلاثة أيام من هذا اليوم، لكن الأوراد اليوم قام بها، هكذا تقول بعض الروايات. الأوراد اليوم، الأعمال، أعمال الزيارة يعني، اليوم قام بها. وما أصبح الصباح بعد صلاة الفجر وإذا جابر عليه بوادر الأحزان والآلام ويلتفت إلى أصحابه: قوموا معي. وين يا جابر؟ قال: قوموا معي وهيئوا لكم ملابسا طاهرة، هيئوا لكم ملابسا نظيفة. ها،
فجاء جابر مع أصحابه إلى شط الفرات. إلى شط الفرات، وبمجرد أن وقع في الفرات يصرخ جابر وامس. لماذا؟ عرف ليش حبيبي؟ جابر بمجرد أن أحس ببرودة الماء تذكر لهيب كذا، تذكر عطش المسلم وهو حبيبه، ثم اغتسل وأمر أصحابه أن يغتسلوا، ثم لبس ملابسا طاهرة نظيفة، ثم رش على بدنه وثيابه شيئا من السعد أو من الطين، ثم بعد ذلك التفت إلى غلامه: يا غلام خذني إلى قبر الحسين، خذني إلى قبر الحسين. قال له غلامه: أنا ما أعرف قبر الحسين. جابر ترى قبور يمين وشمال وما عليها علامات، ما عليها دلالات، أنا لا أعرف قبر الحسين. قال له: يا ابن عطية خذني إلى القبور فأنا أعرف قبر حبيبي الحسين. جابر تعرف القبور؟ قال: بلى أعرف القبر. يقول غلامه: فأخذته إلى أول القبور، أخذ جابر قبضة من التراب فشمها. قال له: يا ابن عطية ليس هذا قبر الحسين، خذني إلى غيره. فأخذته إلى قبر ثان فأخذ قبضة وشمها. قال له: يا ابن عطية ليس هذا قبر الحسين. يقول غلامه: فأخذته إلى قبر آخر مشرب بالحمر يا شيعة، أجلسته على ذلك القبر. أخذ جابر قبضة من جابر، أغمي على جابر، رشوا عليه الماء فاق. ها يا جابر، قال: هذا قبر الحسين. ثم نادى ثلاثا: حبيبي يا جابر، وأحلف بالله أن الحسين حبيبك كما هو حبيب جابر. أشهد الله وملائكته أننا شاركناكم فيما أنتم فيه. قال له غلامه: أي مشاركة يا جابر؟ القوم فرق بين رؤوسهم وأبدانهم، القوم قتلت أطفالهم، سبيت نساؤهم، حرقت خيامهم، ونحن لم نضرب بسيف، لم نطعن برمح، لم نصعد جبل، لم نهبط وادي، أي مشاركة؟ قال: إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وآل حسين، وسمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أحب عملكم أشرك في عملهم. فظل جابر مع أصحابه في بكاء وعويل، وما أسرع من أن بالت غبره. يا أيها عيلة ثانية بعد اليوم، من ناحية الشام، وإذا بالغلام ينادي: جابر جابر، هذه غبرة طائرة من ناحية الشام. فقال له: يا غلام، انظر
ابشر خبر تلك الخبرة، فإن كان هو رب لسيدي ومولاي زين العابدين فأنت حر لوجه الله، وإن كان هو رب للأعداء فاسرح حتى نبتعد عن القبور، وفي نقل آخر حتى نجد ملجأ نلجأ إليه. هذا ما كان من أمر جابر مع أصحابه. بعد حبيبي خلنا نمشي ويا الرب، ها؟ وأما ما كان من ضعينة السبايا لما انبزغ النهار وسارت الضعينة، وإذا بالنعمان ابن بشير وهو الحادي، التفت إلى زين العابدين وقد أوقف الضعينة، جاء إلى السجاد: يا ابن رسول الله هذا طريقا، تعال شوف خلنا أراويك، تعال هذا طريقا، الطريق يؤدي بنا إلى المدينة، وهذا الطريق يؤدي بنا إلى كربلاء، أي الطرق نسلك؟ أنا تحت أمرك يا ابن رسول الله، أنا تحت أمركم اليوم، أي الطرق نسلك؟ وإذا بمدامع السجاد جارية يبكي يبكي. أنا أسألك وأنت تبكي؟ قال: بلى. ما الأمر؟ قال: هذا الأمر بيد عمتي الحوراء زينب. زينب لها حقوق، زينب طلعوها خدم عدة مكربة، خلوها تصير سبية، لها حقوق عليها. أنا راح أسألها، إذا تقول كربلاء كربلاء. جاء زين العابدين إلى هودج زينب وبضعيف الصوت: نعم حبيبي، مختلف بعبرتين، تكسر العبرة في صدره بضعيف الصوت. عمه زينب، كشفت زينب طرف المحمل، بدا نور عيني، لماذا وقفناها هنا؟ ليش؟ أراد السجال أن يتكلم، اختنق بعبرته. يسأل عن أحد العلماء ليش؟ قال: لأن السجاد يعرف كلمة كربلاء ماذا ستفعل في زينب. ابن أخي تكلم، ليش وقفناها هنا؟ قال: عمها جلدي، هذا الحادي يسألني، يقول عندنا طريقين، هذا الطريق يؤدي بنا إلى المدينة، وهذا الطريق يؤدي بنا إلى كربلاء، أي الطرق نسلك عم زينب؟ إحنا كنا تحت أمر شعبها، وإذا بزينب تضرب بيدها على صدرها، تنادي نور عيني: كربلاء كربلاء، قول الحادي ليمر بالراجع، من فوق الجبل طار زينب.
فليعرج بنا على كربلاء. لكن نور عيني اياك ان تمر بنا على طريق فيها نصارى. جولي النساء وعلى الله في سكينة والرضا.
قال لي عمه التفتي هناك ترك قبر الحسين. بذاك القبر هناك. عمت امل وش تشوفين؟ قالت ارى رجال عند القبر. قال لها عم ذاك جابر مع اصحابه. انا بروح الى جابر وانتم خلكم هنا تنون هنا انتظرون بهالمكان هذا. احسن الله لكم العزاء. عظم الله لكم الاجر. فجاء زين العابدين لكن يقوم ويكبو على وجه الارض. قام جابر مع اصحاب السجاد جاي. جابر السجاد جاي. فقام جابر قوموا استقبلوا. قوموا استقبلوا. جاء زين العابدين
امي معي مع البنيات الى قبر الحسين، لكن عمها على سكينة ووقار، فاخذ السجاد يسير امام الرك وزينب مع البنيات من خلفه، واذا بزينب تصرخ وحسين نور عيني علي، انت قاعد تمشي على سكينة ووقار، لكن انا مالي عيني، انا مالي قلب، اريد اجري، اريد اروي الى قبر الحسين. قال لك ذلك عمه، فاخذت زينب تهرل مع النساء مع البنيات وهن ينادين وحسين
انكبت على قبره وصلناكم يا ابو فاضل ولكم تتنزلون. العزيز على خوش زينب وصلناكم يا ابو فاضل ولكم تتنزلون. الروس جبناها ومنكم نطلب الهونه وانت حسين سمحوني دراهم كسرت. يا حبيبي بيت الدعاء بيت الدعاء واسالك الدعاء بيت الدعاء. ثم قامت من على قبر العباس وجاي الاحزان كلها عند الحسين وجاءت الى قبر الحسين وانكبت مع النساء على ذلك القبر والتفتت الى زين العابدين عادلة يا ابن اخي عاد جاري المسافر ياخذ هدايا ويمه. المسافر ياخذ هدايا الى اهله واحبته. نور عيني علي انا بعد عندي سؤال ويش اودي هدية الى امي فاطمة. اريد اودي هدية الى الزهراء. اريد اودي هدية الى جد النبي. زينب جيتين من كربلاء وما جبتين هدية. ويش اودي هدية الى الزهراء. ويش اودي هدية الى جدي النبي. ويش اودي هدية الى ام البنين. فغرس الامام يده في قبر الحسين واستخرج قبض من التراب قائلا عم خذوه لكم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السرور. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا كاشف السوء والبلوى صل على محمد وآل محمد. فرج اللهم عن مرضانا وأمراضنا ومرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما من دعوناك لأجلهم وسببهم. اللهم شافهم بشفائك داوهم بدوائك خلصهم من بلائك ألبسهم لباس الصحة والعافية. فرج اللهم عنا وعنهم وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. يا كريم إخواني الحاضرين والمؤسسين لهذا السبق والاجتماع الشريف اللهم احفظهم طرقا طرقا. اخواني عندكم قراءة الساعة 9 ربع في بيت محمد ابو هندي. في عندكم قراءة الساعة 9 ربع في بيت محمد ابو هندي. اللهم وارزقنا زيارة مولانا ابي عبد الله. السلام عليك يا ابا. السلام عليك يا ابا عبد الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك وعلى جدك وابيك وامك واخيك والتسعة المعصومين من ذريتك وبنيك. السلام عليك وعلى اخيك وحامل لوائك ابي الفضل العباس. السلام عليك وعلى اختك الحورة زينب. السلام عليك وعلى الارواح التي استشهدت بين يديك. السلام عليك وعلى ملائكة الله الحافين حول حرمك الشريف المستغفرين لزوارك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا بعيد المدى. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس الرضا المركبة
الراضي بالقدر والقضاء السلام عليك وعلى أبيك القاسم وأختك الراطمة المعصومة السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة عليكم منا جميعا سلام الله رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا مظهر البرهان السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة أترى تجي فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين بكربلاء خيل العزة.